يبقى قلنا ايه الليست عندنا. يبقى احنا عملنا مراجعه سريعه كده، ايه هي الليست؟ قلنا عندنا اول حاجه، عندنا حاجه اسمها ايه كولكشن. الكولكشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن نوع متغيرات عندنا. هو ايه ميزته؟ بيخلينا ان احنا ايه نعمل متغير يحفظ اكتر من فاليو جواه. الكولكشن ده عندنا في ايه؟ عندنا نوع اسمه ليست، ونوع اسمه سيت، ونوع اسمه تابل، ونوع اسمه ديكشنري. النهارده هنتكلم عن مين؟ عن الليست. اول حاجه في الليست، الليست عباره عن ايه؟ A sequence of values which are ordered and changeable allows the duplicate members. يعني ايه؟ عباره عن متسلسله من القيم ممكن اغيرها وممكن اعدلها وبتكون مرتبه. وايه كمان؟ الليست بتسمح لي ايه؟ بالارقام ايه؟ بالتكرار. قلنا مثال على كده الاسترنج لما خدناه. قلنا الاسترنج عباره عن ايه؟ كاركترز، حروف. زي كده مثال لو خدنا عملنا ايه؟ متغير اسمه داتا وشلنا فيه بايثون 3، ده عندنا ايه؟ ليست. لو عايزين نوصل لكل عنصر جواه كنا بنعمل ايه؟ بنقول ايه؟ بقول الداتا داتا 0 داتا 1، بوصل لكل كاركتر عندي موجود عندي ايه في الليسته دي. الليست عشان انشئ ليست بستخدم حاجه اسمها ايه؟ السكوير براك، اللي هي الاقواس المربعه. بالاقواس المربعه بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي ليست، تنشئ لي ايه؟ ليست فاضيه. وعشان احط جواها ايه؟ الممبرز او الالمنت عندي، العناصر، سواء عناصر ارقام صحيحه او ارقام فلوت او سترينج، بستخدم ايه؟ بستخدم الكوع، بفصل بين كل عنصر ايه والتاني. وقلنا عشان اوصل لكل اندكس بستخدم ايه؟ الاوبريتور اللي هي البراك القوسين، واديله ايه؟ رقم الاندكس بتاع الالمنت عندي. قلنا عندنا تاني برضو الليست ليها بلت ان ميثود. يعني ايه بلت ان ميثود؟ يعني ميثود موجوده عندي في اللغه نفسها اقدر استخدمها على طول مباشره، زي ما خدنا الميثود في الفايل وخدنا الميثود في ايه تاني؟ وفي السترينج. فعندي الميثود الاولانيه دي اغلب الميثود موجوده عندي في اللغه الخاصه بالليست. عندي الابديت، وعندي الكلين، وعندي الكوبي، عندي الكاير، عندي الاكستنت والاندكس والانسيرت والبوب والريموف والريزيرف والسور. كل واحده من دول ليها دور، ليها وظيفه بستخدمها زي ما انا عايزه. لو انا مثلا عايزه ارتب الليست عندي، عناصر الليست عندي، بستخدم مين؟ السور. بستخدم النهارده فانكشن اسمها سور. عشان نوصل للفانكشن، عشان نستخدم فانكشن عندي في الحاجه كنت بستخدمها ازاي؟ يعني مثلا الان دي عندي، لو انا مثلا عايزه ارتبها بستخدم ايه؟ قول مثلا هي مش مترتبه، كنت ارتبها بقى ازاي؟ بستخدم فانكشن اسمها سور. اكتب ايه؟ اكتب كده دوت سور. لا يبقى بستخدم ايه؟ اسم متغير عندي سواء ليست او متغير عندي عندها او سترينج او ايه، وبقول ايه؟ دوت والفانكشن بتاعتي او الميثود بتاعتي، واديها ايه؟ القوسين المدورين، ما تنسوش الاقواس المدوره. البرنسيب دي تبع ايه؟ دكتور محمد، في بنت اسمها سورت. سورت دي بتديها الليست صح؟ بتديها الليست. دي فانكشن اسمها سورتد، فدي احنا الليست هي الجرافيك. دي فانكشن دي خاصه بايه؟ باللغه نفسها. ممكن استخدم معاها ليست، ممكن استخدم معاها اي حاجه تاني. دي خاصه بايه؟ بالليست بس. خاصه بايه؟ بالليست. ممكن الاقي نفس الاسم ده في حاجه تانيه، بس لما بتكلم على الليست الخاصه بايه؟ بالليست. زي كلمه دل، مش قلنا في النيويورك ده موجوده اسمها دل؟ لو اديتها الليست هتعملي حس ليها؟ لو اديتها اندكس معين كذبت الاندكس ده؟ ادي كورد عندي. يبقى الابند بتعمل ابند للعناصر. طبعا فين العناصر؟ عارفين الفانك الميس دي كل واحده بتعمل ايه؟ ولا اقولهم؟ اراجعهم ولا خلاص عارفينهم؟ طب ممكن اقول يا سينا اول واحده بتعمل ايه؟ مين بيتكلم؟ أول واحدة بتعمل إيه يا أسماء؟ خمني كده، أقراها لك طيب؟ ماشي. بصي الأبند أد أد أن إليمنت أد ذا إند أوف ذا ليست. عايزة تترجم لك حاجة؟ تترجم لك كلمة؟ ليست اللي هي الليست. الأبند بتعمل إيه؟ الأبند بتعمل إيه؟ بتضيف حاجة جوه الليست. تمام. الكليل بتسيب لك الليست كلها.
يا زياد الكوبي بتعمل ايه؟ الكوبي بتعمل ايه؟ بتعمل نص. يبقى الكوبي قلنا بتعمل ايه؟ بتعمل كوبي اوف ليست، بترجع ايه؟ نسخه من الليست نفسها. الكاونت يا عبد ال يا يوسف الكاونت بتعمل ايه؟ اقراها لك؟ ريتيرن اكوب ريتيرن ذا نمبر اوف اليمنت ويز اديشن ليه؟ العناصر؟ العناصر في الليست. ايوه تمام. الاكستنت يا الفا بسمله الاكستنت بتعمل ايه؟ ريهاب طب مين عارف ال طب او بتعمل ايه؟ قالت زي انت اوف ذا ليست تو ذا ايه؟ ذا اند اوف ايه؟ يعني بتعمل ايه؟ الاكستنت بتجيب عندي مثلا الستين لسه اسمها ايه واحد ولسه اسمها ايه اثنين عايزه اضيف الاثنين على بعض عايزه اضيف ايه اثنين على ايه واحد هتعمل ايه؟ بتعكس
والسورت بتعمل ايه؟ بتعمل ترتيب. خلاص احنا في السكشن النهارده في الجزء العملي هنطبق الحاجات دي، هناخد لسته ونعمل عليها الحاجات دي واحنا في السكشن. تمام؟ الجزء ده انتوا هتعملوه النهارده. ناخد مثال مثلا، لو انا عايز اعمل لسته فاضيه، اول حاجه لازم اعمل متغير عندي اللي هو هيشيل اللسته دي، واقول يساوي ايه؟ قوسين فاضيين اللي هو الاقواس المربعه دي، يبقى كده انا عملت ايه؟ امبتي ليست، امتي ليست، امتي ليست البي لا تنطق، امتي ليست اللي هي ايه؟ ليست فاضيه. لو عايز اعمل ليست لارقام صحيحه اعمل ايه؟ احط الارقام وبينهم مفصولين بايه؟ بالكولا. يبقى ماي ليست هفتح بتساوي، هفتح قوسين مربعين واحط مثلا الارقام زي ما انا عايزه 11 22 3. طب لو عايز اعمل ميكس، يعني ميكس شايله اكتر من نوع عندي، هعمل ايه؟ هكتب ايه؟ هكتب اللي انا عايزاه، يعني مثلا لسه عندي اللي هي ماي ليست 3 هتشيل واحد ايه؟ رقم صحيح، وهنبقى ايه؟ سترينج 3 4 من 10 ده ايه؟ يبقى لسه شايف اكتر من طبيعي ولا لا؟ تمام. الرابعه لو عايز اعمل ليست جوه ليست، فاكرين لما خدنا في الاف نستد ليست ان النستد الحاجه جوه حاجه، يعني عايز اعمل ليست جوه ليست. فلو قلت ماي ليست 4 عندي الاول حاجه اول عنصر جواها مين؟ الماوس، والعنصر الثاني لسه ثانيه جواه، والليست دي برضه فيها برضه ارقام، يعني ليست جوا ليست. والعنصر الثالث عنده ايه؟ بس لو عايز اقف من الحاجات اللي جواها هتبقى عندي معادله ايه؟ في الليست. هناخد برضه مثال عندي، يبقى لما ليست 4 دي عملت ليست جوا ليست صح كده؟ استخدمت جواها ايه؟ ارقام وحروف وسترينج. تمام؟ اي حاجه عن اي حرف بسميه فراغ بلست اوف فراغ، لو سترينج بلست اوف سترينج، لو لست اوف انتجر بلست اوف انتجر. دي بقى ايه؟ دي فيها كل حاجه تبقى ايه؟ ميكس عادي. عندنا بعد كده ماي ليست 5 دي ايه؟ فيها ايه؟ بلست اوف ايه؟ دي كان اغلب الامثال على الليست. لو عايزه مثلا تعالوا نجرب نطبع ماي ليست 4 0 دي هتطبع لي ماوس. اول حاجه نشوف هنا ماي ليست 4 جواها ايه؟ ماوس، والليسته الثانيه والليسته الثالثه. لو جيت هنا رنيت لو جيت رنيت دي ماي ليست 4 4 دي اول حاجه هيروح للليسته اللي هي ماي 4 وهيشوف الاندكس رقم 0 وهيطبعه. الاندكس 0 عندك كام هنا يا منى؟ بكام؟ اللي هو مين؟ قيمته ايه؟ مش عايز انا، هو المفروض هيروح للمكان اللي هو رقم 0 هيجيب القيمه اللي جواه ويطبعها لي. القيمه دي كام؟ الاندكس رقم 0 عندي في ماي ليست ماوس. يا جماعه المستوى ده ما ينفعش في الامتحانات، مش هينفع. انا كنت عامله الكود ده عشان انا ما نفذوش، هرجعه ازاي؟ اختار كود، وقفت عليه واخترت كود. شايفين لونه بقى ايه؟ اخضر ازاي؟ قال لي في غلط. ليه بقى؟ عشان اصلا لازم انفذ الحاجات الاولانيه دي عشان الكود يشوفها. انفذ كل الحاجات دي عشان انا بعد كده ايه؟ هرنها واستخدمها. خلاص كده رنيت كل الليست عندي، هاجي انفذ دي طبع لي كام؟ طبع لي ماوس. طيب لو عايزه ليست برضه الليست 4 1 الماي ليست لو عايزه اطبع الواحد فيها هتطبع لي ايه؟ ماشي اعملها كود. طبعت لي ايه؟ طبعت لي القيمه اللي هي موجوده في المكان ده، سواء دي ليست سواء عنصر سواء كاركتر سواء سترينج سواء اي حاجه هتطبعها. طيب الليست دي اللي هي العنصر رقم، انا بقى عايز اوصل للي هي رقم العنصر رقم 6 ده، عايز اجيبه. اجيبه بقى ازاي؟ ايوه يعني بص انا دلوقتي مش دي لسته جوه لسته، انا عايز اوصل للي جواه، يعني الليست اللي هي اكتب لسته وبعد كده احط الاندكس بتاع الليست دي وبعد كده اكتب لسته واجيب الحاجه اللي انا عاوزها. يبقى اسمعوا ببساطه كده، اسمعوا
مش ماي ليست فور. بصوا كده فيها ايه؟ اول اندكس فيها ماوس والاندكس الثاني ايه؟ محمد صوت قلنا ايه؟ ماي ليست فور جواها العنصر الاول شايل الماوس شايل السترنج عادي، والعنصر الثاني شايل ايه؟ شايل لسته، والعنصر الثالث ايه؟ شايل لسته برضه من ايه؟ شايل ايه حرف واحد. طيب انا دلوقتي وصلت اللي هو الاندكس اللي هو رقم واحد اللي هو العنصر الثاني عندي، بوصل له عن طريق مين؟ بقول المكان بتاعه اللي هو اندي، بقول ماي ليست فور واديها اللي هو مكان رقم كام؟ واحد. والعنصر الثاني عندي بس بتعمل في البرمجه بقول له ايه؟ واحد، صح كده؟ انا وصلت جواه. دلوقتي اللسته دي اللي هي اللسته اللي هي موجوده جوه اللسته دي عايز اوصل فيها رقم 6، عايز رقم 6 بقى عندي. لو عايز اوصل له اوصله ازاي؟ اول حاجه اوصل للسته الكبيره بعد كده الاندكس، يبقى اول حاجه اجيب الاندكس بتاعها الكبير نفسه اللي هي رقم كام في ليست 4 اللي هي ماي ليست 4، وبعد كده جوه ماي ليست 4 بعد المكان ده انا عايز اوصل للمكان الكامل جواه. فانا هنا لو كتبت برنت ماي ليست 4 واحد، يعني هات من الليست اللي هي ماي ليست 4 الاندكس اللي جواها اللي هو رقم واحد، كده جاب لي ايه؟ الليسته كلها. هات لي بقى الاندكس اللي جواها اللي هو رقم 2، يبقى كده انا قدرت اعمل اكسس اوصل لحاجه جوه حاجه ولا لا؟ فلو طبعنا دي هتطبع لي كام المفروض؟ كود، اعملها كود. طبعت لي كام؟ يبقى انا قدرت اوصل لحاجه جوه حاجه ولا لا؟ عرفتوا ازاي؟ اول حاجه اوصل للاندكس الكبير، بعد كده الاندكس بتاعها الموجوده هي فين؟ هتطلعي قدامك كده.